فوريرا ليه تاريخ مع الزمالك وليه تاريخ في الخليج، فدي نقلة كويسة. نتمنى ان هو نشوف بقى زمالك جديد، لان قوة الزمالك هي اللي بتخلي الاهلي برضو منافس قوي وتخلي منتخب مصر هو اللي قوي. فانا اعتقد فوريرا ده مدرب عالمي هيكون ان شاء الله ليه بصمة مع نادي الزمالك. بصراحة انا كاهلاوي كنتش اتمنى رجوعه، بس طبعا رجوعه هيفرق جدا على نادي الزمالك وهيرجعهم للمنافسة تاني بشكل كويس. ويعني اللي احنا عارفينه كان قبل كده مدرب لنادي الزمالك وكان كويس، كان عامل تعديلات كويسه وكان فوزات عاليه وكان حاجه عظيمه يعني في نادي الزمالك. انا كنت اتمنى اللي هو يرجع من وقت طويل قوي، من ساعه ما مشي في 2015، لان كان يعتبر الزمالك كان في احسن فتراته لما كان هو موجود معنا في 2015. كنت اتمنى يرجع قبل كده كمان. مدرب عظيم وعنده انجازات كتيره مع الفريق اللي قبليه، وهو ليه درب منتخبات كتير والحمد لله ليه فضل مع الزمالك. ان شاء الله هيعمل مباريات كويسه وباذن الله يصعد للدوري. هو اي مدرب هيفرق مع الزمالك طالما هو عارف اللعيبه فنيات كويسه وعارف امكانيات اللعيبه اللي مع الزمالك. اللعيبه معاش الزمالك معهوش لعيبه قليله. اتوقع طبعا ده البروف سابنا من 2015، لو كان فضل معانا اعتقد ان احنا كنا هنحقق في الست سبع سنين اللي فاتونا منه ده بطولات كتير. بقول ان شاء الله يعني يبقى مدرب كويس لنادي الزمالك، والنادي الزمالك على فكره فيه لعيبه كويسين جدا جدا والله، وانا يعني اتمنى ان هو يعمل اي حاجه للزمالك كويسه والله. نادي الزمالك نادي عريق، ما انا على الرغم ان انا اهلاوي بس ربنا يوفقه وربنا يجعله في تقدم. يعني انا اتمنى ان هم يفرحوا جمهور الزمالك عشان تعب قوي. انا بوجه رساله لفريرا اقول له لازم يكون في تنظيم في الملعب، لان فعلا التنظيم بقى لنا كام ماتش ما بنشوفوش خالص، فلازم يكون في تنظيم من تحت، نبني الكره كويس من عند الجون لحد ما يطلع بالهجمه.